الجميله مي عمر، برحب بيك النهارده من داخل حفل نايت دروم. ميرسي يا عمر. دي تكلمينا عن شياكتك دي الاول. ستايلست ايمان الخميسي، والفستان هي ديزاينر سعوديه لودا فاشن. الشعر نائل، والميك اب بنان. تكلمينا النهارده عن التكريم. مبسوطه جدا ومبسوطه ان التكريم من التلفزيون المصري، ف اكيد لما تلفزيون بلدك هو اللي بيكرمك اكيد دي حاجه كبيره قوي. بعد ما حققتي نجاحات في الاسطوره، في ناس كتير او في اشاعات اتقالت كتير ان انت هتكوني متواجده في البرنس، رايك ايه؟ لا انا طلعت في الاول خالص، سالوني وانا قلت لا، وبرده كتبوا ان انا فيه، انا عمري ما انضميت للبرنس. تمام. طب هل كان نفسك تكوني متواجده في البرنس مع محمد سامي ومحمد رمضان؟ انا كنت معاهم قبل كده وابقى معاهم تاني ان شاء الله، يعني مش لازم كل حاجه ابقى موجوده فيها، بس هو المسلسل حلو قوي. تابعتي القصه وشفتيها مع محمد سامي كده تحضيرات البرنس؟ اكيد كانت عندك تفاصيلها. عندي تفاصيلها. مش هقول لكم. سيري بتاعتك عن السينما، هنشوفك امتى في السينما؟ قريب ان شاء الله. طب في تفاصيل؟ طالما قريب في حاجه؟ ايوه مفيش اي حاجه. والله قريب، انا حسيت ان انا فعلا ما كنتش مركزه في السينما الفتره اللي فاتت، فان شاء الله يعني انا الخطه الجايه ان انا هركز فيها اكتر من كده. الفتوه هو مسلسل قديم، حقبه زمنيه قديمه، دور جديد ما عملتوش قبل كده، مش هقدر اقول قوي حاجه عنه اكتر. اسمك ايه في الشخصيه؟ اسمك ايه؟ مش هقول. انت شعبيه هتبقى شعبيه. هل يعني هستعدادك هيبقى للشخصيه ازاي؟ هل في لبس معين هتبقى في مناطق معينه؟ احنا شغالين عليه بقالنا كتير قوي، لان هو كل حاجه بتتعمل، يعني كل حاجه بتتفصل، كل حاجه بتتعمل، حتى الاكسسوار بيتصمم، يعني كل حاجه بنعملها. رايك في التعامل مع ياسر جلال كمان وشكله؟ مبسوطه جدا 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 ومتحمسه، وهو ممثل فظيع وانسان محترم قوي، فمتحمسه جدا ان انا معاه في المسلسل. هتبداي تصوير امتى؟ لا قريب قوي، خلال 10 ايام بكتير. 10 ايام. جوزك اتعرض لهجوم كبير الفتره اللي فاتت واتقال عليه بتاع مشاكل، ردك ايه على الهجوم ده؟ مش هرد. طيب اسف ليك كمان سؤال، ردك ايه لما بيتقال على مي عمر ان هي دخلت التمثيل بالواسطه؟ او برده مش هرد. برده مش هرد. مستني السؤال ده وانا النهارده بكرم على المسلسل بتاعي. اقول ايه؟ طيب 2019 تمثل مي عمر ايه؟ مبسوطه قوي وسعيده الحمد لله بالنجاحات اللي عملتها في ال 2020. تمثل مي عمر ايه؟ حاسه ان وشها هيبقى احلى كمان عليا. تهنئه. تهنئه. طيب.